لا يوجد أي أدوات إلى إيران يحسب لها الحساب في المملكة الأردنية الهاشمية. سألتني الدكتورة زميلتنا بتقول إنه لماذا لم يأتوا بالجيش الصاعقة؟ أنا عندي حل ثاني، ليش ما جابوا طيارة قصفت المبنى؟ أنا إذا ما بدي ابني أو بنتي يستشهدوا بقولوا راح اشتغل بالضمان الاجتماعي. تواصلت أنا وشخص بحكي اسمه يعني، ولكن رجل له باع طويل في الدولة الأردنية والسياسة الأردنية، الدكتور عبد الله الدسوقي. كيفك دكتور؟ كيف صحتك؟ أخبارك؟ كيفك حسين؟ كذا 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 كذا. قعدنا نستذكر لما صارت أحداث في نفس المنطقة في عام 2014، نهاية 2014. قعدنا نستذكر وكذا. سألته سؤال، قلت له دولة الرئيس ما رأيك بالقرار؟ طبعا دكتور عبد الله مسور رجل دمع ورجل على درجة عالية من الخلق، ما علق على القرار. قال يا حسين، في منظومة اتخاذ القرار هناك عناصر كثيرة، أسهل عنصر فيها التوقيع على القرار. الدراسة اللي صارت لمركز الدراسات الاستراتيجية على الثقة بالمؤسسة الأمنية، الجيش 86%، المخابرات العامة 84%، الأمن العام 83%. يعني والحكومة رسبة. جلالة الملك أدى واجبه، طب وإحنا ليش ما نقوم بواجبنا؟ ما بقولوا قوة الجنزير بقوة أضعف حلقة فيه. إذا الجنزير كل حلقة فيه بتشيل 200 طن وفي حلقة بتشيل 5 كيلو، إذا قوة الجنزير 5 كيلو وليست 200 طن. لا نجلد الإعلام كثير، لا نجلد الإعلام كثير. الإعلام إذا أردت أن يكون هناك إعلام قوي يجب أن يكون عنصرين رئيسيات متواجدين في المغادرة، معلومات للإعلام ليستطيع يطلع ويحكي فيها. عندنا إعلاميين من الدرجة الأولى، بس أعطيني أنا، ما أنا مش قاعد بالحسينية. تعرف شغلي، أنا عندي نظرية خنفشارية في هذا المجال وأرجو تأخذوني على قد عقلي. أنا برأيي، استغفر العظيم كلمة، أنا مبسوط إنه أجى نتنياهو. في الربيع العربي جهاز الأمن العام اكتسب مكانة كبيرة في قلوب المواطن الأردني، في قلب المواطن الأردني. ولكن هناك فضل كبير يعود إلى السلطة الرابعة التي عملت يد بيد مع مؤسسات الدولة. أنا بذكر في أعياد إخواننا المسيحيين، كنا دائما إذا بتذكر أبو عصام نضع قوة أمنية قريبة من الكنائس، قريبة من الفنادق، قريبة من كذا، إن كان في رأس السنة أو عيد الميلاد المجيد. في مرة أجتني فكرة جهنمية، بعرف وين جبتها يعني، بس يعني طبعا الآن لما أفكر فيها بلطش حالي 200 كف. هو كان رادع فقط لا غير. لأي إنسان فكر بيقول لك هذول اذا نزلوا هذول جماعنا، وايش قلنا لهم؟ اقلبوا الشمو.
جوا برا واللي برا جوا. يعني الدنيا منتهي. يمكن لو صار خطأ ما بتعلق على المشنقة. الله كان مع الأردن سبحانه وتعالى، ربنا كان مع الأردن وكان في قيادة حكيمة. والله يا جماعة الخير هذا الرجل في 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 منزل جلالة الملك ما أعطانا لا أمر عمليات ولا 20 صفحة، هم كلمتين ورد غطاه. قال لي يا حسين ما بدي تسيل نقطة دم أردني أو وافد على أرض المملكة الأردنية. يمكن في جزء منهم لي 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 لسبب فني، يمكن في جزء منهم لي مش شغلي بقولها. فيعني خليني أوقف بلاش أبلش أعوك. أنا أول واحد، أنا أول واحد، أنا الدولة الأردنية إيدها بحلقي له. عيب على شاربي، عيب على شاربي أتكلم كلمة واحدة عن الدولة الأردنية. جانبية، رحت على رحت أبارك لرئيس أو ما بعرف تسمية الرسمية، المسؤول مؤسسة المتقاعدين، للمؤسسة الاجتماعية للمتقاعدين العسكري. فقاعدين ضباط 3 وبلشوا لك يسلك فوق تحت بالحكومة وشوسة. أنا قاعد هيك بطل عليهم 3، واحد منهم كان رجل ثاني. الهرم ضيق ياخذ واحد فوق بس، في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة واحد بس اللي بيطلع فوق. في ناس يعتقد انه للمناكفة مشان يتذكروا، وللأسف هذه أسوأ سياسة في الدنيا. من يناكف تحتضنه، ومن يصمت ويدافع هذا ضامنه. لا ما تنفع المعادلة. لم أقل تم الزج، قلت يجب أن لا يزج الجهاز الأمني والجهاز العسكري في حل المشاكل. عندي مشكلة ديزل لأصحاب الشاحنات، بعدت أمن عام، طوقت المنطقة. طيب مدير الأمن العام إيش يعني بده يجيب لهم ديزل ببلاش؟ بناء سجون جديدة ليس حل، بناء سجون جديدة ليس حل. أنا برأيي قبل أن نفكر بالعفو العام يجب أن نفكر في تنفيذ واقعي للعقوبات البديلة. السيدات والسادة الحضور الكريم، مساء الخير، أحييكم في هذا المساء الجميل من مساءات عمان الحبيبة، ونلتقي بكم مجددا في هذه الأمسية من صالون السبت الثقافي في أمانة عمان الكبرى، والذي بات منبرا وطنيا مميزا ننهل من خلاله ثقافة وفكرا وسياسة ورؤى، ونفتح فيه حوارا منتجا بكل ما يفيد وطننا ومجتمعنا. في هذه الأمسية المباركة نستضيف شخصية وطنية هي أشهر من أن تعرف، قامة سياسية وأمنية وعسكرية كان وما يزال لها جولات وصولات في ميدان العمل العام. اختلفنا أو اتفقنا معه هنا أو هناك، فلا يمكن لنا إلا أن نقر بأنه كان في كل محطاته مسؤولا يملأ كرسيه،
يترك فيه بصماته في إدارة الشأن العام، وما يزال شخصية سياسية لا يتهرب من المواجهة وإبداء الرأي والمواقف والموقف عندما يتوارى الكثير من السياسيين والمسؤولين في الملمات والأحداث الساخنة، وهذا بلا مجاملة أنا أتحدثكم. العين حسين هزاع المجالي، رجل دولة من الطراز الرفيع، تقلد أعلى المناصب العسكرية والأمنية والسياسية، فقد بدأ حياته العملية في القوات المسلحة وتدرج فيها إلى أن وصل إلى رتبة فريق، مارا بشرف خدمته مرافقا أمنيا لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله وقائدا في الحرس الملكي. لم يغب المجالي طويلا بعد تقاعده من القوات المسلحة وذهابه سفيرا في البحرين ليعود للعمل في المجال الذي خبره وعرفه، مديرا للأمن العام في عام 2010 ويستمر فيه حتى 2013، وهي فترة تعد من أصعب وأدق الفترات التي مرت على الدولة الأردنية، حيث كان ما سمي بالربيع العربي قد انطلق كموجة عاتية غيرت أنظمة وأطاحت بنخب في دول عربية وذهبت في غيرها باستقرارها وأمنها وتماسكها كدولة. أما في الأردن فقد بقيت رياح الربيع العربي بحمد الله هادئة منعشة بعيدة عن التدمير الذاتي والمقامرة باستقرار وأمن البلد. في هذه الفترة الحساسة بزغ نجم حسين المجالي كرأس لأبرز جهاز أمني يشتبك مباشرة مع تحديات الأمن العام والاستقرار الداخلي وحراك المواطنين المطالب بالإصلاح. تلك الفترة بدنا نسمع بمصطلح أمني جديد وسياسي، أمني وسياسي جديد بات ينسب أساسا لمدير الأمن العام المجالي، وهو الأمن الناعم الذي يحرص على ضبط الأمن العام والنظام العام دون الوقوع في شر إراقة قطرة دم واحدة، كل ذلك في ظل شارع ملتهب وحراك جماهيري واسع ومتحفز. كانت حقيبة الداخلية هي محطة المجال التالية في سلم المناصب التي تسلمها، وهي مرحلة ترك فيها أيضا بصماته واضحة وصقلت شخصية المجال السياسية. السيدات والسادة الأكارم، لا أريد أن أطيل في هذا التقديم، معنيك طولت شوي، لا أريد أن أطيل في هذا التقديم لمحدثنا وضيفنا العزيز اليوم، لكن أجد نفسي أستحضر مفارقة بارزة في تاريخ هذا الرجل الذي اختار العسكرية والأمن طريقا لحياته المهنية. والمفارقة هي أن هذا الرجل الذي بقي ينادي ويؤمن بأولوية الاستقرار والأمن الوطني أرضية لأي تنمية وتقدم وإصلاح، هو ذاته كان قد عانى شخصيا من شرور المس بالاستقرار والأمن واستهداف الأردن، حيث فقد المجالي والده عندما كان طفلا لم يتجاوز 8 أشهر من عمره، بعد أن امتدت يد الإرهاب والغدر لتفجر دار رئاسة الوزراء في آب 1960، ليستشهد رئيس الوزراء هزاع المجالي وكوكبة من شهداء الأردن الأبرار رحمه الله جميعا. رحبوا معي بضيفنا فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى صحبه وعلى آله ومن والاه إلى يوم الدين. هسه بعد الكلمة نقدر ندخل بالأسئلة مباشرة. كل الشكر والتقدير لكل من ساهم بهذا اللقاء، أخي أبو زود وأخي وأمانة عمان ومركزها الثقافي وكل شخص ساهم ولو بذرة بهذا اليوم، والأهمية إلى الحضور الكريم. على رأسي. إلى الحضور الكريم، و ابتدأنا بالنقاش حول هذه الأمسية، وكان الأساس أن نتكلم عن تعزيز الثقة في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وتبلور الموضوع
وصولنا أن نتكلم عن التحديات التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية. عندما تتكلم عن مفهوم الأمن الوطني لأي دولة، ونحن هنا بصدد النقاش للأمن الوطني الأردني، وجب علينا أن ندرس المصالح المرتبطة بالدولة الأردنية السياسية منها والاقتصادية منها والاجتماعية منها والثقافية منها. وعندما نتكلم عن الاستراتيجية الشاملة للأمن الوطني في أي دولة وخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، يجب أن ننظر إلى 4 عناصر مهمة تعتمد عليها هذه الاستراتيجية. أولاً، الحاجة إلى نظام سياسي مستقر، والحمد لله نظامنا السياسي مستقر، ونظامنا السياسي محترم، ونظامنا السياسي من الشعب وللشعب. ثانياً، الحاجة إلى قدرة دفاعية عامة للدولة لردع أي تهديدات خارجية كانت أم داخلية، قوات مسلحة أم أجهزة أمنية. ثالثاً، حاجة المواطن إلى الاستقرار الداخلي. العنصرين الأوليين متواجدين ومتواجدين بعنف. بدأنا نشعر في خلل في العنصر الثالث الذي أعيد حاجة المواطن إلى الاستقرار الداخلي. هذا يشمل الأمن النفسي، يشمل الأمن الاقتصادي، الاجتماعي، المستقبل له ولأبنائه أو لها ولأبنائه. والبند الرابع، حاجة المجتمع إلى النمو والتنمية الشاملة. أيضا هناك في بعض، إيش أقول، التراجع، ولكن البطء في التقدم إلى الأمام. خلق بيئة آمنة ومستقرة أصبح حاجز للمواطن في أي بلد كانت، وللمجتمع ككل، وللدولة بحد ذاتها. وهذا أصبح من أكبر التحديات التي تواجه أي دولة في العالم، وخصوصا في منطقتنا اللي احنا فيها. وإدامة هكذا بيئة مستقرة يحتاج إلى الكثير من الجهد، ويحتاج إلى كثير من التضحية. في السابق، الجهاز الأمني والجهاز العسكري لم تكن وظيفة، بل كانت عشق وكانت تضحية. ولكن بمحدودية بسيطة وبأشخاص معنيين، أصبحنا نرى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أصبحت وظيفة وليست شرف خدمة. ولكن ألف الحمد لله إنه هذه هي لا زالت قلة أو 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 كسر من رقم في 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 المنظومة الأمنية. نتكلم عن أبرز التحديات التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية. لا شك أنه عندنا الحرب على الإرهاب، عدم الاستقرار السياسي والأمني في دول جوار. إذا أردنا نتكلم عن سوريا، نتكلم عن العراق، نتكلم عن لبنان، ونتكلم عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه كلها تحيط بالمملكة الأردنية الهاشمية. ولمن خدم بالأجهزة الأمنية أو القوات المسلحة أو من متابعين لهكذا قضايا، أصبح هناك العبء الكبير على القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بأن تقوم عمل الدولة المجاورة. الواجب من الحدود وأخلاقيات الجوار وسياسة الجوار وأمن الجوار أن تتقاسم المسؤولية بين دول الجوار أو الدولة المجاورة.
ولكن الآن أصبحت القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية يقوم بعمل الدولتين. هذا إنهاك، هذا حمل كبير، وللأسف في بعض الأحيان لا يوجد لديك القوى البشرية التي تستطيع القيام بكل هذه الواجبات، مما يؤدي لا قدر الله في بعض الأحيان يكون في عندنا مشكلة أو فتنة. أصبحنا نرى حالة يأس وإحباط وشعور بالظلم والمرارة لدى الكثير من شعوب الإقليم مما مروا فيه. يعني ما تتوقع من شخص أخ لنا من ليبيا أو من العراق أو من اليمن أو من سوريا، ماذا تتوقع؟ تتوقع الإحباط من كل ما رأى من تدمير. يعني في بداية الأمر كانت هناك نشوة كبيرة، تغيرت بعض الأنظمة، توصف بالدكتاتورية، بالزعامة، بالتخلف. الآن معظم الشعوب يقول لك يا ريت يرجع، يا ريت يرجع. يعني في بعض القادة تترحم عليهم إنه يرجعوا، هذه كارثة كبرى إنه ما أجاش بديل أفضل. أصبح عندنا مشكلة كبيرة الآن هي بروز التجذبات الإيرانية والغربية. هذا له انعكاس كبير على المملكة الأردنية الهاشمية غير مباشر. لا يوجد أي أدوات إلى إيران يحسب لها الحساب في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن دول الخليج هي امتداد للمملكة الأردنية الهاشمية، العراق وسوريا ولبنان. هذا يؤثر، أي شيء في المعادلة بصير ما بين الأطراف هذه يؤثر أثر كبير على أصبح الآن مع بروز الحرب الروسية الأوكرانية تدأت لعبة الأقطاب تتغير. كان في الزمان القديم ولحقناها كلياتنا، يمكن في بعض الأخوة الأخوات ما لحقوها أو تربوا سياسيا في عالم القطب الأوحد. احنا لا، لحقنا العالم القطبين. الآن تدأ بروز عالم ذات أقطاب، وكثير من الدول لا زالت ضايعة بقرارها أين أذهب، مع أي قطب أذهب. والأقطاب أيضا أصبحت تتبع سياسة لم تتبع في السابق، معاي أو ضدي، ما فيش خيار في الوسط، يا معاي يا ضدي. فلدول صغيرة الحجم، محدودة الإمكانيات والموارد، هذا شيء صعب جدا. ونأتي إلى القضية الأم والقضية الرئيسية لكل أردني ولكل عربي، هي القضية الفلسطينية. هذه تشكل تحدي خيالي إلى المملكة الأردنية الهاشمية. يعني أولا اندماج الشعبين، شعب واحد. ثانيا النية المبيتة لدى الكيان الصهيوني في جعل تغيير جذري في المعادلة السكان في فلسطين المحتلة، وهذا يكون ارتداده كبير جدا سلبي على المملكة الأردنية الهاشمية. لقاء جلالة الملك مع CNN قبل أسبوعين حط النقاط على الحروف. وإذا رأيتم في كثير من المشككين بيقول لك إنه لما قيل إن الأردن عندها أوراق كثيرة، كثير من المشككين شو الأردن عندها أوراق؟ الأردن عندها أوراق، وعندها كلمة، وعندها تأثير، وعندها احترام بالمجتمع الدولي، ولها الحق في المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. الأردن اختار بالأول، ورأينا باليومين الماضيين، التصعيد في المجال الدبلوماسي. الأردن هو من قاد الحملة بالاشتراك مع إخواننا الفلسطينيين في مجلس الأمن، هذه أول الأوراق، ومن ثم التصعيد. جلالة الملك ليس بالسهل عندما يقول
في خطوط حمراء في الأردن، في خطوط حمراء في الأردن، في رئيس عربي رحمة الله عليه السابق قال إذا القدس ما تهتز الشوارب لإمتى تهتز الشوارب؟ وأهلنا وأجدادنا وأهل أجداد وأبوهات أجدادنا قاتلوا مشان فلسطين، هل القوة متكافئة؟ لا، ساذج من يقول أن القوة، ولكن المملكة الأردنية الهاشمية لم تخلو من تقديم الشهداء وكلها مشاريع شهادة بما يخص فلسطين المحتلة. ننتقل إلى الأزمات الداخلية وهي أصبحت التحديات الداخلية وأصبحت هي التحديات حقا المقلقة والأساسية، وكلها متصلة في بعضها البعض، يعني حتى لو أقرأها كبنود مختلفة ولكن كل منها له تأثير كبير على الآخر. الأزمة الاقتصادية والموارد المالية والدين العام، شح المياه، أزمة اللجوء السوري، البطالة، جائحة كورونا كان لها تأثير كبير. استغربوا، أصبح من التحديات الرئيسية رفع الفائدة من قبل البنك المركزي. في هذه النقطة في البعض الكثير يقول لك إحنا النظام المالي هو نظام مالي عالمي، أنا لست باقتصادي ولكن هو نظام مالي عالمي، لا تستطيع أن تمشي بخلاف العالم. ماذا نفعل؟ لا نستطيع أن نفعل شيء في كثير من التحديات الخارجية لأنه لا سلطة لنا له أو عليه، ولكن نستطيع أن نتعامل بحكمة، ونستطيع أن نهيئ الجو العام، ونستطيع أن نطلع الشعب إما مباشر أو عن طريق النخب وعن طريق الإعلام بما يجري. دائما أنا بقول الشعب الأردني بقول لك جملة وصدق من قالها وما بعرف من قالها، لاقيني ولا تغديني، كن صريح معي. أنا للأسف والله يا جماعة الخير لا أقصد أي جهة كانت عاملة الآن أو سابقة، ولكن فقدنا التحاور والحوار والاختلاط مع المواطن. المواطن الأردني ذكي، المواطن الأردني يعلم، المواطن الأردني يقرأ. وجب علينا أن لا نستخف، والمعذرة لا أقول أن هناك في استخفاف، ولكن أن لا نستخف بعقل الأردني. والمواطن الأردني في آخر 8-9 سنوات أصبح مطلع على المجريات، ليس كقبل كنت انتظر صوت العرب شو تحكي، تلفزيون الأردني شو يحكي، الإذاعة الأردنية شو تحكي. الآن تحتار ما بين 100 أو 200 رافد من المعلومات، منها صحيح منها نص صحيح منها غلط، ولكن أصبح تدفق بالمعلومات. فالمواطن الأردني مطلع ويعلم، يعني سأأتي إلى الأزمة الأخيرة التي فبلاش أدخل في هذا المجال لأنه بدي أرجع لها. إذا أردنا أن نطلع على كيفية التعامل مع المخاطر خاصة الخارجية، أنا باعتقادي الدور اللي سلكه وانتهجه جلالة الملك هي الوسطية، وهذا دائما كان الأردن دائما ينظر إلى المنظور السياسة الدولية والإقليمية من منظور الوسطية في التعامل، ووسطية مبنية على ثوابت وليست وسطية متغيرة، لا لا لا، وسطية مبنية على ثوابت دولة. لا شك إنه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي عنصر من أو ركن من أركان
التعامل مع تحديات الأمن الوطني، لأنه كثير من الأوقات يأتي العمل أو التعامل مع التحديات من المنظور العسكري أو المنظور الأمني، ولكن أكبر خطأ تقترف أي دولة أن يكون الحل الأمني هو الحل الأول بأيدي الدولة. الحل الأمني بيد الدولة يجب أن يكون الحل بعد استنفاذ كافة الحلول التي بيد الدولة لاستخدامها. أما إذا وضعنا الحل الأمني، الحل الأمني ينجح، الحل الأمني ينجح، ولكن نجاح الحل الأمني إما قصير المدى أو متوسط المدى. على المدى البعيد الحل الجذري إلى جذور المشكلة يجب أن تقوم في مؤسسات الدولة المختصة في الخلل إذا كان موجود في جهة ما. من ضمن الاختلال في المنظومة الأمنية الخارجية المحاذية للمملكة الأردنية الهاشمية برزت مخاطر مباشرة على المملكة الأردنية الهاشمية، متمثلة بالإرهاب، متمثلة بالمخدرات، متمثلة بالإتجار بالبشر أو المحاولة بالإتجار بالبشر، بلاش أدوك ناقص الخطر يعني، والتهديدات الأمنية الفعلية الحقيقية اللي موجودة. المشكلة إذا أتتك التهديدات الخارجية من جهات، عصابات، تنظيمات كتنظيم داعش، كل هذا تستطيع أن تتعامل معه، ولكن في بعض الأحيان عندما يتم دعم جماعات كهذه من أدوات دولة رسمية مجاورة تملك الإمكانيات، تملك الإمكانيات كبيرة، فهنا يجب عليك أن تتوقع. وأحمد ربي على وجود قوات مسلحة وأجهزة أمنية على درجة عالية من المهنية والكفاءة تقوم بواجبها يوميا، ولكن يجب أن لا نشتت جهد هذه القوة ونحاول الإبقاء على داخل هادي مستقر لإفساح المجال لهذه المؤسسات أن تقوم بعملها في حماية. لاحظوا كيف كانت أو كيف كان الشعور العام قبل استشهاد رحمة الله عليه العقيد أو العميد تم ترفيعه عبد الرزاق الدلابي رحمة الله عليه. كان 90% يمكن من الناس ضد الحكومة وضد هذا ويلا وصحت وصحت. مجرد ما مست أداة من أدوات الدولة أتى الأردني والأردنية وقال لك هو هنا وبس. لم نتعود قطعيا، لم نتعود قطعيا على إيذاء مجرم، مخدرات، ملاحقة أمنية كذا بتصير بتصير، أما وليس بهال هذه فعليا عملية اغتيال، هذه عملية اغتيال بحت، عملية اغتيال بحت هدت النفوس، لأنه ابتدأت الناس تحسب الحساب لهكذا عملية، وهذا يؤثر على ديناميكية الاستقرار في الأردن، لأنه كلياتنا وإحنا في جو هادئ مستقر في واحة استقرار وأمان رأينا ما جرى حولنا. الكثير يتساءل لماذا عدد الشهداء من أبنائنا
تم بالعملية الأخيرة. حسينية في مدينة الحسينية في البادية الجنوبية. أنا كرأس جهاز سابق عمل في هذا المجال، واحد الموجودين معاي كان من أسس معي وقبل ما أتي إلى الجهاز فريق المتقاعد محمد الرقاد موجود هون، هو من أسس خلينا نسميه القوى الخاصة للأمن العام اللي متمثلة بالشرطة الخاصة ومتمثلة بوحدة الرحاش. سألتني الدكتورة زميلتنا بتقول إنه لماذا لم يأتوا بالجيش الصاعقة؟ أنا عندي حل ثاني، ليش ما جابوا طيارة قصفت المبنى مثلا؟ ليش ما جابوا طائرة قصفت المبنى؟ ولكن هنا يكمن العمل الحرفي المهني الأخلاقي. ماذا لو كان في طفل أو امرأة في ذلك البيت؟ الجيش الأردني والأجهزة الأمنية مش عاجزين إنه ينزلوا البيت على الجبل، مش عاجزين، ولكن هناك مهنية، هناك احترافية، وهناك أخلاق ووازع ديني. فضلوا أن يستشهدوا أنفسهم بألا يقترفوا ذنبا يندم عليه طول العمر. من السهل التحليل، من السهل الجلوس على هذا الكرسي وأنظر كيف ذهبت العملية خطأ، كيف نجحت العملية. يا جماعة الخير، هذه الوحدة اللي بتقوم بالعملية في عام 22 قامت في 223 عملية مشابهة، ولكن هذه كان كل تسليط أضواء المملكة الأردنية الهاشمية عليها، ويمكن هذا السبب أدى إلى لا سمح الله، ما بعرف، ما لا أستطيع أن أحكم قطعيا لأنني لم أكن هناك ولم أكن قائد العملية، وليس من الأخلاق المهنية أن أقوم بتحليل أو بانتقاد أي شيء كان. محتمل شغلة بسيطة صارت دمرت كل شيء. يمكن اعتقدوا القوة المداهمة بأن هناك في نساء أطفال يحرروا كذا، ما منعرف. ولكن في شغلة خطيرة لاحظتها بعد أحداث الكرك، وبعد أحداث الصمت، وبعد أحداث إربد، وبعد أحداث الحسينية. واعذروني على الكلمة هذه، أنا لست قاسي، ولكن يا جماعة الخير من يذهب للتسجيل والقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية هو مشروع شهيد في الثانية اللي يوقع فيها على ورقة الانتساب. أنا إذا ما بدي ابني أو بنتي يستشهدوا بقول له روح اشتغل بالضمان الاجتماعي، بقول له روح تعال اشتغل في الأمانة، أو تعال روح نافس عبد الهادي راجل مجالي وخذ محله. متى ما دخلت في هذا الجهاز أو في هذه المؤسسة فأنت تعلم بأنه أيامك معدودة. لا أستطيع أن أبني هذا على المطلق، يعني طبعا يكون في هناك قيادة مباشرة حصيفة، تدريب ممتاز، كل هذا نسبة خطورة يعني في طبعا الخطورة عالية. لهذا تم الانخراط في هكذا. فأختم يعني مطولا، ولكن بموضوع برجع له موضوع أو بموضوعين. موضوع التواصل، حقا فقدنا مهارة التواصل مع المجتمع ومع الفرد. عندما نفقد التواصل
نسمح للأبواق المغرضة بأن تساوي إحلال مباشر. بجي بناقش بقول يا أخي ليش تسمع لهذول؟ طلع فيه بقول يا أخي هو أنت حكي لي إشي؟ أنا بدي معلومات. الآن أصبح عالم معلومات، عالم سريع. إذا أنت ما أعطيتني بروح بدور على غيرك يعطيني. بعدين أنت مش مساعدني، أعطيني معلومة اللي أجي أقول للمغرض أنت خطأ. طبعا هذا لن يحصل إذا هناك فجوة بالثقة، لن يحصل إذا كان هناك فجوة بالثقة. فمبني على ذلك شغلتي، ردم الهوة تبعت الثقة والتواصل، واثنيناتهم متلازمات. النقطة الأخيرة، أصبح موضوع السياسة الاجتماعية، أو الموضوع السياسي الاجتماعي الاقتصادي، هو ما يقلق المواطن. المواطن تيجي بتقول له، بقول لك أنا مش اللي بإيران، مش اللي بلبنان، أنا إلي بالأردن. إذا بدك يعني أبعد، ببعد شوية على فلسطين، بس هذا حدي. أنا بدي أردني، بدي أردن في نمو، أردن في وظائف، أردن في استقرار والحمد لله موجود، أردن قوي بقيادته، بشعبه، في حكومته، في مؤسساته. ليلة أو معذرة، صباح استشهاد العميد عبد الرزاق رحمة الله عليه، تواصلت أنا وشخص بحكي اسمه يعني، ولكن رجل له باع طويل في الدولة الأردنية والسياسة الأردنية، الدكتور عبد الله الزور. كيفك دكتور؟ كيف صحتك؟ أخبارك؟ كيفك حسين؟ كذا 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 كذا. قعدنا نستذكر لما صارت أحداث في نفس المنطقة في عام 2014، نهاية 2014، قعدنا نستذكر كذا. سألته سؤال، قلت له دولة الرئيس ما رأيك بالقرار؟ طبعا دكتور عبد الله نسور رجل دمع ورجل على درجة عالية من الخلق، ما علق على القرار. قال يا حسين، في منظومة اتخاذ القرار هناك عناصر كثيرة، أسهل عنصر فيها التوقيع على القرار، أسهل أو أسهل شيء، قررت بس تمسك هالقلم وبتساوي هيك وانشر. دراسة القرار، تفاعلات القرار، ارتدادات القرار، توقيت القرار، تغليف القرار، توقيت القرار وإخراج القرار، هذه هي المراحل الصعبة في اتخاذ القرار. عندما يأتيك قرار يسقط عليك كالصاعقة، بدك تجي توقف تقول في عندنا مشكلة. حقا في عندنا مشكلة. هسه أنا أتكلم عن القرار العادي اليومي، يعين فلان، فلان يحال على التقاعد. أنا أتكلم عن قرار يؤثر على 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 استقرار الدولة، على استقرار الدولة. وجب على كل أردني وخاصة من هو مسؤول أن لا يزج جلالة الملك في الواجهة. عندما تصعب علينا الأمور نزج إما جلالة الملك في الواجهة أو المؤسسة العسكرية في الواجهة. يعني كثيرا وكأنه احنا نعمل جاهدا على تدمير نفسنا. أدعو الله أن أكون قد أثرت بعض الأسئلة في أدمغة
من يريد أن يسأل فأنا جاهز لأي سؤال. أنا يعني يمكن أنا حاب بس ألخص فكرة رئيسية تحدث فيها معالي. تحدث أن الأمن الوطني بتحقق من خلال الدمج المتوازن لأربعة عناصر أساسية، يعني بعتقد أنها معادلة ذهبية ومعادلة يمكن بالفعل: نظام سياسي مستقر، قدرة دفاعية عامة للدولة، حاجة المواطن إلى الأمن والاستقرار، وحاجة المجتمع إلى النمو والتنمية الشاملة. النمو والتنمية الشاملة وبإخلال هذه العلاقة لصالح العناصر يؤدي إلى تشوهات. بدي أسأل، هل تعتقد أنه ثمة اختلال اليوم في هذه المعادلة الموسومة بدقة ونقص التعثر والتنمية الشاملة؟ هذا اللي مخلي هذا الجو الأمني الملتهب دائما. شوف يا سيدي، البندين الأولانيات لا جدال فيهم، قيادة أخلاقية مستقرة ذات شرعية دينية وعملية وإنجازية في الأردن ومحترمة، واتفاق أجمل دولة. شيء يفرق المملكة الأردنية الهاشمية عن أي دولة من دول الجوار القريب والبعيد، لا يوجد هناك دم بين القيادة والشعب، قيادة تحترم الشعب وشعب يحترم القيادة، نقطة. عائلة هاشمية يترأسها ملك هاشمي مخلص لوطنه ووطنه مخلص له، نقطة. المؤسسة العسكرية والأمنية والحمد لله آخر، مع أنه أنا ما عجبني كان بدي 100%، ولكن هذا بفرجيك أنه الدراسة منطقية. الدراسة اللي صارت لمركز الدراسات الاستراتيجية على الثقة بالمؤسسة الأمنية، الجيش 86%، المخابرات العامة 84%، الأمن العام 83%، يعني والحكومة رسما. الاثنين الثانيات هل هم فاشلين؟ لا، كمان بدنا نقول اللي إلنا واللي علينا، لا، ولكن تم اتفاق على رؤية تحديث اقتصادي. أوكي، أين نحن الآن منها؟ جلالة الملك أدى واجبه، طب وإحنا ليش ما نقوم بواجبنا؟ بدك تحدث الرؤية الاقتصادية؟ وين مشروع التحديث الإداري؟ أنت بتقدر تطلع كل قوانين العالم وحط مجلس النواب الآن سن 200 قانون لتنظيم إدارة الدولة الأردنية، إذا لا يوجد هناك كوادر إدارية جاهزة أنه تنفذ هذه الرؤية من الصعب جدا. فيعني العملية كلها هي حلقة متصلة ببعض، مثل ما بيقولوا قوة الجنزير بقوة أضعف حلقة فيه. إذا الجنزير كل حلقة فيه بتشيل 200 طن وفي حلقة بتشيل 5 كيلو، إذا قوة الجنزير 5 كيلو وليست 200 طن. فهل هي فاشلة؟ قطعا لا. هل هي بحاجة إلى إعادة زيارة؟ 100%. نعم. صراحة دقيقة. طبعا قلة من يفهم أو يعي المهام الموكلة للأمن العام. بدون الأمن العام فيش مؤسسة أو دائرة في الدولة تستطيع أن تقوم بعملها أو تنفذ أي شيء إطلاقا. هذا واحد. ثالث، في مفهوم الأمن الشامل، هذا يجب أن يتحقق، ولكن تحقيقه يحتاج إلى مقومات. الأهم من كل هذا هو سيادة القانون. ينقص الإعلام الوطني الواعي اللي يفهم الناس كيف القانون تحقق سيادته. لا تتحقق سيادة القانون إلا بقوة تحميه، بدون قوة تحمي هذا القانون لا يمكن القانون سيادة. طبعا الباشا تحدث في مواضيع كثيرة جدا ولا يمكن التعريف عليها.
يعني في القضية الأخيرة اللي حكى عنها، مع شديد الأسف لو كان في إعلام وطني واعي حقيقي ما بيحصل التشكيك فيما حدث، وكل واحد يحلل ويفسر على كيفه، وهناك من قال إنه كلها اللي حصل كذا وكذا، ما بدناش نحكي بالتفاصيل، بس ما في إعلام وطني إطلاقا اللي يحقق واجبات أو خلينا نقول أهداف الأمن العام. اثنين، تطرق إلى المخدرات. المخدرات آفة خطرة جدا. الآن بقول لك فلان ألقي عليه القبض متعاطي مخدرات، يعتبر مجرد ما يوصل المحكمة هو تعاطى مخدرات لأول مرة. انتوا مسكتوه الان اول مره، لكنه بجوز صار متعاطيه 100 مره. فمع شديد الاسف غالبيه من يصل المحكمه بصفوا على الدور بيدفعوا 200 دينار وبظلوا طالعين. انا اللي شايفه انه التعامل او معالجه قضيه المخدرات اللي هي خطره جدا وتفشت بشكل خطر جدا، المعامله خجوله. لغاية الآن إحنا كلنا ما سمعنا يوم من الأيام إنه المسك تاجر مخدرات كبير، ما بس ما ضبطوا أو كذا أو قتلوا أو مش عارفوا هل كمية مخدرات تضبط. أما إنه المسك واحد فبتحس إنه المعاملة خجولة وليست كافية ولا بأي شكل. الأخطر من هيك، في أزمة ثقة كبيرة بين المواطن والسلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومات اللي أنا بعتبرها حكومات تسيير أعمال مع شريط الدراسة. هذه أزمة كبيرة. يعني مثلا في كثير من المشاكل اللي بتحصل في غياب تام للحكومة، مش موجودة الحكومة، فبتطبل فيها أو بتحملها جهاز الأمن العام. فيعني انا اتمنى على يعني مثلا يكون في عندنا حكومات قادره. للعلم بس للاخوان، يعني ممكن انت تعطل عمل 10 وزارات 10 سنوات، لكن الامن العام ما بتقدر تعطل عمله يوم واحد. ما بدي اطيل في حديث طويل جدا، وبعدين اذا اتيحت لنا الفرصه مؤخر ان شاء الله باذن الله. شوف يا سيدي، انت لانه ما فيها سؤال، ولكن انا دائما كنت اقول الامن العام مسؤول عنك، وامك ما اخذتك على المستشفى مشان تولد، والامن العام مسؤول عنك، وسياره دفن الموتى ما اخذتك على القبر. يعني من قبل بدء حياتك الى ما بعد نهايه حياتك، فكلامك دقيق 100%. لا نجلد الإعلام كثير. الإعلام إذا أردت أن يكون هناك إعلام قوي يجب أن يكون عنصرين رئيسيات متواجدين في المغادرة، معلومات للإعلام ليستطيع يطلع ويحكي فيها. عندنا إعلاميين من الدرجة الأولى، بس أعطيني أنا، ما أنا مش قاعد بالحسينية، أنا مش قاعد بالحسينية، أعطيني. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن تعطى مساحة كبيرة إلى الإعلام الوطني المهني للتحليل. أما ألو شيل الخبر هذا، ألو نزل الخبر هذا، خلاص وديها الجرائد، وديها كل اللي هناك، وخليهم هم يطلعوا، خلاص شكل الدكان. يعني بس بدك واحد يلاقي الثاني كمان، لأنه في بعض التفاهات اللي بتقرأها حقا يعني شيء مهزلي. فيعني لا، كلامك سليم 100% وأتفق معاك، بس أنا بقول هل على الإعلام حق؟ نعم، ولكن هل عليه كل الحق؟ لا. الإعلام لا يستطيع أن ينتج مادة بدون الوصول إلى أي معلومة. صحيح. مساء الخير عليك. أنا سعيد إني يعني بتابع من زمان، وحلا يعني إني استفدت منك أكثر.
ما عليك سؤالي سياسي، يعني أليس قدوم حكومة يمين متطرف إسرائيلية إلى الحكم بالوقت الحالي يعتبر تهديد كبير للأمن الوطني الأردني؟ وقبل يومين الجميع لاحظ وشاف يعني بعد حلف وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليمين بدأت الاستفزازات، اقتحم المسجد الأقصى، والأردن ما قصر بالبيانات اللي نزلت وكانت شديدة والغالبية تفاجأ يعني من حدتها. هذا ناحية، ناحية ثانية يعني كإعلامي مضطر إني أعرج على حضرتك والعميد اللي حكيتونا الإعلام. الإعلام الأردني قوي جدا ما عليك، وأنت خبرته وأنت عارف الإعلام الأردني. الإعلام الأردني من جائحة كورونا إلى الآن يعاني، ما بدي أدخل في التفاصيل ولكن يعاني. ما عليك يعني إحدى الجرائد الصحف الكبرى مستر بشرى باشر بالوقت الحالي، أنت قاعد تطلب مني إني أعطي، بقدر أعطي. إحنا سيدي إذا بنطلع على الجزيرة، على العربية، على هاي الأقنية، هم اللي ماشيين الإعلام فيها أولادنا وخريجينا. إحنا إعلام قوي، ولكن بدنا من الحكومة والدولة تطلع على هذا الإعلام، تحتضن هذا الإعلام. أنا عندي جواب كلامك صحيح بالنسبة للثاني، أنا عندي جواب بالنسبة للأولى وبرمي بالسريع. تعرف شغلي، أنا عندي نظرية خنفشارية في هذا المجال وأرجو تأخذوني على قد عقلي. أنا برأيي، استغفر العظيم كلمة، أنا مبسوط إنه أجى نتنياهو، ومبسوط إنه أجت حكومة يمينية متطرفة، لأنه اليمين الإسرائيلي واليسار الإسرائيلي هم بأقصى اليمين. مثل ما أجي بدي أطعنك بخنجر، يا الخنجر بيكون واضح وجاي عليك، يا لاف الخنجر بمخمل ورابط عليه ربطة هدية، لا أكثر ولا أقل. ثوابت الدولة الصهيونية ثوابت واحدة، لا تتغير لا باليمين المتطرف ولا باليسار الليبرالي. في بعض الأحيان تكشير على النياب وتجعل العالم يرى ما حقيقة القيادة في إسرائيل، أنا باعتقادي أفضل لنا بكثير من أن تغلف السياسة بشب بقولك شوفها حرام ديمقراطيين بدهم شيء بس بدهم يعيشوا. لا خلي، لا شك بأن حكومة اليمين المتطرف الجديدة نتنياهو مش غريب عن الساحة، ولكن التشكيلة الجديدة هي تشكيلة خطيرة جدا جدا جدا، وأنا باعتقادي أكبر ضرر إلها هي لدولة إسرائيل نفسها. بس خنفشان يا رجل. أستاذ أسامة الرديسي، مشكور معاليك. طبعا حتى في اولا بدي اشكرك على دعمك للاعلام، لانه الاعلام فعلا يعني لا يستحق اي شيء سلبي حول هذا الموضوع. انا اسمي اسامه الرديسي، انا طبعا مؤيد لجميع المواضيع اللي حكيتها عن موضوع الامن الداخلي، واحنا في الاردن في القضايا الداخليه في القضايا الامنيه في كل القضايا ممكن نختلف بس في الاخير بنتفق، يعني ما في عندنا وصول الى مرحله الصدام. انا بدي على نفس السؤال اللي ساله الاستاذ احمد، انا بعتقد انه بن غفير وسياسه الحكومه الاسرائيليه الحاليه هي تستهدف الاردن اكثر ما تستهدف فلسطين. اذا احنا لاول مره احنا بنسمع خطاب صهيوني في الامم المتحده يقول بان الاردن في الخمسين كانت محتله ضد فلسطين، مع انه هذا ليس هذا هو الواقع. الخطاب الصهيوني باتجاه الأردن تغير. أنا سؤالي المباشر مع علي، هل أنت مع خيارات يعني أكثر من بيان وأكثر من هذا الموقف؟ هل مع خيار طرد السفير الصهيوني من عمان؟ هل أنت مع خيار تجميد الاتفاقيات اللي وقعت ما
مؤخرا مع الكيان الصهيوني حتى يشعر بانه فعلا في عندنا خيارات وفي عندنا ردود فعل حتى يرتد هذا اليمين الى يعني الى موقعه الطبيعي. شكرا جزيلا. سيدي شكرا جزيلا. اولا بحب اقول شغله، وكنا جالسين في الاعلى قبل شوي قبل ما ننزل قاعدين بنحكي، وهاي لله يجب ان تقال. في الربيع العربي جهاز الأمن العام اكتسب مكانة كبيرة في قلوب المواطن الأردني، في قلب المواطن الأردني، ولكن هناك فضل كبير يعود إلى السلطة الرابعة التي عملت يد بيد مع مؤسسات الدولة. بالله وللتاريخ يجب أن تقال هذه، لا أقولها فقط لوجود عدد كبير من الإعلاميين في هذه الجلسة، ولكن هذه حقيقة، وانت كنت موجود اخو اسامة وقتها، ما كنتش غايب عن المشهد زيك وباقي زملائك، وحتى في زملائنا من الامن العام وخارج الامن العام كانوا يشدوا على ايدينا من خلال كتابات واقلام كانت جميلة جدا لصالح الوطن وليس لصالح شخص. اذا اردت ان ترسل رسالة إلى إسرائيل بطرد السفير أو اعتبار السفير شخص غير مرغوب فيه أو تجميد كثير من الاتفاقيات وهي جايك فيها هسا، أنا برأيي أنت تخنق الشعب الفلسطيني قبل أن تؤثر على إسرائيل. إحنا سلاحنا المعاهدة، سلاحنا هي المعاهدة. احنا لا يوجد اتفاقيات بينه وبين إسرائيل، يوجد معاهدة منبثق عنها اتفاقيات. أنا جدا ضد هذا الشيء، شيء لصالح المواطن الفلسطيني في الداخل. احنا يا جماعة الخير هون نقدر نقول أيوة وساووا، احنا قاعدين، احنا هسع كلياتنا هون منروح على بيوتنا، نروح بأمان، نروح براحة بال، نروح أبنائنا في فلسطين المحتلة يعانوا الأمرين، ما بقدر يختنقوا أكثر من هيك. طبعا هذه وجهة نظري أنا، تختلف معي تتفق معي، ولكن حقا أنا هذه وجهة نظري، ووجهة نظري من منطلق وطني وقومي وليس من منطلق استفادة. حقا نخنق فلسطيني الداخل بحق، يعني أكبر سوء نقدر، أكبر عمل نقدر نساويه تكون نتيجته سيئة إلى أخواننا وأخواتنا في فلسطين المحتلة. هذا رأيي. دكتور حوارات رسمة، مساء الخير معالي الباشا، وعظم ما أجرى بدولة السلام الجاري وعظم ما أجرى. في الماضي كنا نشعر بالأمن كمنجز حقيقة، يعني كان تصير حادث يحضر الأمن يعالج الموقف، لا تكاد تشعر به، لا تكاد تشعر، تحدث مشكلة هوشة هون هناك يحضر الأمن يحلها ولا تكاد تشعر به، تجد الأزمة تحل بسرعة. نلاحظ منذ سنة ونصف تقريبا الحضور الأمني أكثر بروزة، أكثر وضوح، تحدث عن نفسه في كل المناسبات الحسنة وغير الحسنة، وكأنه يقول أنني موجود وقادر على أن أطلب إرادة ما. طبعاً هذا حقيقة في ظل غياب إنجازات على المستوى الوطني بالنسبة للحكومات وتراجعها عن أدائها في كثير من الأمور. هل تعتقد أنه بعد كورونا أيضاً لاحظنا أمننا كورونا، هل تعتقد أن الحلول تؤمن بالأردن، تتجه باتجاه الأمني أكثر منها بالاتجاه السياسي، بالذات أنه حقيقة لا خطة واضحة لإيجاد حلول للمشاكل؟ صحيح أن هنالك إطار نظري كبير ممتاز جدا، ولكن إذا ما طبقته على أرض الواقع تجد أن الأمور صعبة جدا ولا يمكن تطبيقها. هل هي خطة مستقبلية حقيقة للتعامل مع القضايا بهذه الطريقة تعبر عن نفسها في هذه المرحلة، وسوف يكون لها تداعيات مستقبلية مختلفة عما تعودناه في السابق؟ شكرا. شكرا سيدي. أنا يعني صراحة يعني ما يعني وضحت لي نقطة يمكن أنا كنت
مش شايفها. إيه؟ فجوابي لن يكون عن دراسة معمقة. اتحملني. أنا بعتقد لا زالت الكثير من الأمور تحل بالطريقة اللي أنت حكيت فيها كما كانت في السابق. ولكن هذه لا تحظى بالتغطية الإعلامية. لا تحظى بالتغطية الإعلامية. ولا تكتب عنها الصحف ولا كذا. وهذه هي السواد الأعظم من العمل الأمني الشرطي. أنا بعتقد زج المؤسسة الأمنية في فوهة المدفع للاعتقاد بأنه هي صاحبة الحل السحري. أنا بعتقد أنا يعني خليني أبسط لك لأخواتي وأخواني اللي موجودين. زمان تصير مشكلة بحي نزال تلاقي لك سيارتين شرطة يجوا بحلوا، الآن بتلاقي في معهم محطة درك أو محطتين درك، أو تمر من جنب الدوار الرابع. كمان لا ننسى سيدي هناك في معلومات استخبارية تعتمد عليها الأجهزة الأمنية. يعني ليس فقط يعني نوع من الضغط. والله والتاريخ يمكن إذا تسمي هذا خطأ فيمكن أنا أخطأت في هذا. أنا بذكر في أعياد إخواننا المسيحيين كنا دائما إذا بتذكر أبو عصام نضع قوة أمنية قريبة من الكنائس، قريبة من الفنادق، قريبة من كذا، إن كان في رأس السنة أو عيد الميلاد المجيد. في مرة أجتني فكرة جهنمية، بعرف وين جبتها يعني، بس يعني طبعاً الآن لما أفكر فيها بلطش حالي 200 كم. إيه نزلنا قوات البادية سيطر على كل عقد المواصلات. هل هو حل؟ كنا هو كان رادع فقط لا غير. لأي إنسان يفكر يقول لك هذول إذا نزلوا هذول جماعنا وإيش؟ قلنا لهم اقلبوا الشمو جوا برا واللي برا جوا. يعني الدنيا منتهية. بس كان هناك وقتها لازلنا في عز دين الربيع العربي وكذا. ف هو أسلوب أنا يمكن تبعته. بالمقابل في المسيرات أيام الربيع العربي لم تجد قوة، كنت تجد القوة الأمنية 2-3 خلينا نسميها القوة الأمنية الضاربة، تجدها 1-2 كيلو بعيدة. بس يمكن لو صار خطأ ما بتعلق على المشنقة، لأنه مستحيل تصل القوة الأمنية في هذيك المسافة لحل مشكلة لا سمح الله. فيعني بس بدي أقول لك إياها، أعطيك إياها من الآخر. الله كان مع الأردن سبحانه وتعالى، ربنا كان مع الأردن وكان في قيادة حكيمة. والله يا جماعة الخير هذا الرجل في 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 منزل جلالة الملك ما أعطانا لا أمر عمليات ولا 20 صفحة، هم كلمتين ورد غطاه. قال لي يا حسين ما بدي تسيل نقطة دم أردني أو وافد على أرض المملكة الأردنية. جبنا الشباب تعال، هذا اللي صار. ف يعني أتفق مع الإجراء وأختلف مع الإجراء، بس هل هو هذا الإجراء اللي قاعد بيصير في كل التحديات الأمنية؟ كلا. بس احنا بنشوف باللي مغطاه إعلاميا. ترى يا جماعة الخير أنا بس هيك هاي الإغراض المداعبة هاي المرة الثانية بذكرها. قديش أنا مبسوط دايما إخواننا المصورين، يعني بتلاقي لك يا لابس جينز تيشيرت عضلات مفتلة وكل شيء. أنا مبسوط أنه أخونا لابس ثوب وحطه وعقال حتى العشائرية بلشت يعني تندمج في التقدم. و
ولا بنقدر نعمل زيه في التصوير. فهاي يعني هاي بس خارج خارج النص خلينا نقولها. أنا تحدثت فيه. أولاً بدي أشكرك على دعمك للإعلام، لأنه الإعلام فعلاً يعني لا يستحق أي شيء سلبي حول هذا الموضوع. أنا اسمي أسامة الرنتيزي سيدي الأستاذ عبد الهادي وأتعرفه. أنا طبعاً مؤيد لجميع المواضيع اللي حكيتها عن موضوع الأمن الداخلي، وإحنا في الأردن في القضايا الداخلية في القضايا الأمنية في كل القضايا ممكن نختلف بس في الأخير بنتفق، يعني ما في عنا وصول إلى مرحلة الصدام. أنا بدي على نفس السؤال اللي سأله الأستاذ أحمد، أنا بعتقد أنه بن غفير وسياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية هي تستهدف الأردن أكثر ما تستهدف فلسطين. إذا إحنا لأول مرة إحنا بنسمع خطاب صهيوني في الأمم المتحدة يقول بأن الأردن في 50 كانت محتلة الضفة الفلسطينية، مع أنه هذا ليس هذا هو الواقع. الخطاب الصهيوني باتجاه الأردن تغير. أنا سؤالي المباشر مع علي، هل أنت مع خيارات يعني أكثر من بيان وأكثر من هذا الموقف؟ هل مع خيار طرد السفير الصهيوني من عمان؟ هل أنت مع خيار تجميد الاتفاقيات اللي وقعت مؤخرا مع الكيان الصهيوني حتى يشعر بأنه فعلا في عنا خيارات وفي عنا ردود فعل حتى يرتد هذا اليمين إلى يعني إلى موقعه الطبيعي؟ شكرا جزيلا. يعطيك العافية باشا. عبد الرحمن السعود، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كل الشكر لك يا معالي الباشا على حضورك، ونشكر أمانة عمان ممثلة بعطوفة يوسف الشواربي، ولا ننسى الفضل الشبيه لأخونا عبد الهادي، عطوفة عبد الهادي راجل مجالي الله يجزيهم كل خير. فكان لي الشرف اللي سيدي تشرفت بنزول على غزة وكنت ضمن كادر المستشفى الميداني. الإخوان في الضفة أو في غزة ما بتعرف شدة الفرح قديش كانوا بيفرحوا لما يشوفوا القافلة نازلة عليهم بأدوية، علاجات، أكل، شرب، معدات أخرى. كانوا ينبسطوا لما يشوفوا القافلات الأردنية نازلة عليهم. فهذا سبب من الأسباب أنه يعني بنأيدك في كلمة أنه صعب نقطع العلاقات كاملة، لكن إحنا ضدهم كون الأردن أطول خط اتجاه إسرائيل. سيدي سؤالي هو من شقين. يعني الشق الأول سبب فقدان المواطن أو الأغلبية الشعب الأردني لمصداقيات الحكومة أو الحكومات المتعاقبة، ما في مصداقية صار. هذا السبب الأول. السبب الثاني سيدي أو السؤال الثاني نفس الشق، إنه الوزير اللي بيطلع أو النائب أو القامة اللي لما يطلع من هذا الحكومة بيخرج غير خارج السرب يعني، وبيصير كأنه معارض وكأنه كذا بنظر. ليش ما كنت تشتغل وأنت ضمن كادر الحكومة؟ شكرا لك يا باشا. شوف يا سيدي، فقد الشيء لا يعطي، فقد الشيء لا يعطي. شوف، هناك مسؤولين في الدولة فنيين احترم عمله، هذا عنده واحد شاو اثنين بدق ناقوس الخطر في مجال الطاقة، في مجال المياه، في مجال المال العام. هذا حقه، هذا حقه ان يدق ناقوس الخطر، ولكن القرار السياسي يبقى قرار مبني على السياسة، أو أنا بسميها السياسة الاجتماعية. هل هي الرهبة بالتعامل؟ ما عندي جواب. هل هي يعني أنا رد برجع للدكتور عبد الله مسؤول مرة ثانية، والله كان يزهق يعني. بالأخير صار الشعب الأردني يطلع يقول يا زلمة إن شاء الله خذ القرار وخلص، إحنا قابلين فيه، خذ القرار بس بالتحضير والكلام والتمهيد وكل شيء. يعني شوف، ليس كل الحكومات، أنا بعتقد هي شخوص في الحكومات فقدت لا 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 مش المصداقية، خلينا رهبة التواصل. رهبة التواصل يمكن في جزء منهم لسبب فني، يمكن في جزء منهم ل مش شغلي بقولها. فيعني خليني أوقف، بلاش أبلش أعوك، بلاش أبلش أعوك. في سؤال ثاني يمكن، لا ولا تعليق نفس تقريبا نفس الحكي عن موضوع رجل الدولة لما يستقيل أو يتقاعد. شوف يا سيدي، أنا أول واحد أنا الدولة الأردنية إيدها بحلقي له. عيب على شاربي،
أتكلم كلمة واحدة عن الدولة الأردنية. أنتقد قرار، أما أن أنتقد الدولة الأردنية، أنا إذا انتقدت الدولة الأردنية أنتقد نفسي أول شيء. أنت أول واحد راح تيجي تقول لي وأنت حضرتك لما كنت شو سويت؟ أحكي صح ولا أحكي غلط؟ أنت راح تيجي تقول لي وحضرتك أنت شو سويت؟ قصة جانبية، رحت على رحت أبارك لرئيس أو ما بعرف تسمية الرسمية، المسؤول مؤسسة المتقاعدين، للمؤسسة الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين. فقاعدين ضباط ثلاثة وبلشوا لك يسرق فوق تحت بالحكومة وشو سب. أنا قاعد هيك بطل عليهم الثلاثة، واحد منهم كان رجل ثاني، كان رجل ثاني في مؤسسته، ما قدرت أسكت. قلت له حضرتك يا رومل شو سويت أنت؟ ليش أنت لما كنت تستطيع أن تفعل شيء لم تقم بعمل أي شيء؟ من السهل جدا عندما نخرج نبدأ في منا ينتقد للانتقاد، يعتقد أنه أنهى قبل وقته، الهرم ضيق يأخذ واحد فوق بس في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، واحد بس اللي بيطلع فوق واحد. وفي ناس يعتقد أنه للمناكفة مشان يتذكروا، وللأسف هذه أسوأ سياسة في الدنيا. من يناكف تحتضنه، ومن يصمت ويدافع هذا ضامنه. لا، ما تنفع المعادلة. في الماضي كنا نشعر بالأمن كمنجز حقيقة، يعني كان يصير حادث يحضر الأمن يعالج الموقف، لا تكاد تشعر به، لا تكاد تشعر به، تحدث مشكلة هوشة هون هناك يحضر الأمن يحلها ولا تكاد تشعر به، تجد الأزمة تحل بسرعة. نلاحظ منذ سنة ونصف تقريبا الحضور الأمني أكثر بروزا، أكثر وضوح، يتحدث عن نفسه في كل المناسبات الحسنة وغير الحسنة، وكأنه يقول أنني موجود وقادر على أن أفرض إرادة ما. طبعا هذا حقيقة في ظل غياب إنجازات على المستوى الوطني بالنسبة للحكومات وتراجعها عن أدائها في كثير من الملفات. هل تعتقد أنه بعد كورونا أيضا لاحظنا أمننت كورونا، هل تعتقد أن الحلول تؤمن بالأردن، تتجه باتجاه الأمني أكثر منها بالاتجاه السياسي، بالذات أنه حقيقة لا خطة واضحة لإيجاد حلول للمشاكل؟ صحيح أن هنالك إطار نظري كبير ممتاز جدا، ولكن إذا ما طبقته على أرض الواقع تجد أن الأمور صعبة جدا ولا يمكن تطبيقها. هل هي خطة مستقبلية حقيقة للتعامل مع القضايا بهذه الطريقة، تعبر عن نفسها في هذه المرحلة، وسوف يكون لها تداعيات مستقبلية مختلفة عما تعودناه في السابق؟ شكرا عن أمن القومي الأردني، هذا أول سؤال. السؤال الثاني، حكيت أنه لا يجب أن يتم زج القوات المسلحة في أي شيء داخلي، ما المقصود بذلك؟ هل تم زج القوات المسلحة في أمور داخلية؟ سؤال سليم، بس بدي أسأل عن الاستراتيجية الوطنية المتقدمة. لا شغال. بصير الاستراتيجية الوطنية المتقدمة والتطرف، لماذا وجدت قبل أن نشوفها أو فورا يعني نشوفها؟ معناها يعني كانت خطة ممتازة تشمل كل مؤسسات الدولة الأردنية، وهي خطة فكرية مكافحة فكرية لتطرف وما إلى ذلك. للأسف ما بنحس إنه في برامج وطنية لمكافحة الإرهاب والإرهاب إيش مستقبل، والإرهاب لا زال موجود. ما بسم الله الرحمن الرحيم. مع الدكتورة عائشة العزم، كاتبة وسياسية وأديبة وسبع صنايع والبحث والشغالية وزوجة طيار مقاتل بسلاح الجو متفاعل. شكرا سيدي، تسلم. حقيقة سأبدأ من آخر عبارة مضيئة، وهي استخدام الدين كسيف لين لمحاربة التطرف. هذا هو الأمن الناعم الذي اعتدنا عليه من حنجرة الطيبة،
نحن شربنا الماء بأيدي رجال الأمن العام حينما كنا نعتصم على الدواوين. أسكن الماء طبعا يعني كل مكان من مكان كل مكان بس كنا نشرب الماء ونسلم، وبالفعل كان يعني صورة من أبهى ما يمكن دوليا وعالميا وإعلاميا. كنت أكتب مقالتي اليومية في الدستور وكنت أتناول ذلك بحمد الله. سيدي منذ خشونة أطفالك عسكري يعني، وليس من نعومة الأطفال لأن العسكري لا يتمتع بنعومة الأطفال، منذ خشونة أطفالك وأنا أعرفك، حينما كنت تأتي إلينا في قاعدة الأمير حسن الجوية حينما كان زوجي قائدا للقاعدة، وكنت أراك مع حميد الفايز وكان يجمعنا بالشوارك وكان مع جلالة الملك طبعا، كنت أرى هذه الشخصية وهذا التواضع وهذا اللين الذي يجعلني دائما أتوجه بالشكر لتربيتك وأتوجه بالرحمة لهزاع المجال الذي ربى هذه الشخصية وهذه الشخصيات. أتمنى من الله بالفعل، وليس هذه مجاملة وأبعدوني عن أي طلب، أتمنى من الله لهذه العقلية وهذه الحكمة وهذا اللين الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما دخل اللين قلبا إلا زانه، وما دخل العنف قلبا إلا شانه. وأتمنى لهذه الشخصية أن تكون صاحبة Office of Decision Maker على الدوار الرابع إن شاء الله. مش أنت تجي توقع الدوار الرابع؟ حقيقة أنا سعيدة بهذه العقلية، وليتنا نجد مثلها في الحكومة بالسلطة التنفيذية لو 10 يا سيدي. الآن سؤالي: هل تعتقد بأن السلطة التنفيذية قد نأت بنفسها عما جرى في هذا الوطن من أبرار ومن حرائق ومن خسائر أرواح وهم أولادنا، وتركت للأمن العام قيادة الشؤون؟ كان بعض رجال السلطة التنفيذية يتناولون الإفطار في بيت أحد السفراء العرب في نفس اليوم الذي استشهد فيه عبد الرزاق، وكان بعضهم والله يذهبون إلى بيت السفير المغربي بالعشرات ويهنئون بفوز الفريق المغربي. كنت أتألم وأنا قد جاءتني دعوة أنا والمعالي لاننا ورفضنا الذهاب. هل تعتقد يعني هو بس أنا لحالي هات السؤال على أخي؟ هل تعتقد حينما نأت بنفسها تركت للأمن العام أن يكون هو القوة اللينة والقوة الخشنة ويثبت حضوره وطبعا كانت بالنسبة لي رؤية وكأن فعلا السلطة التنفيذية نأت حينما لم يتحدث الرئيس ولم يتحدث أي إنسان فيها وتركوها للأمن، والأمن هذا هو ذراعنا ليست الضاربة ولكن ذراعنا التي نعتز ونستند إليها. شكرا سيدي. شكرا. حقيقة اللي سمعناه اليوم، أنا لأول مرة أسمع إلى معالي الباشا في محاضرة في اجتماع عام، أقرأ له طبعا، لكن حقيقة هذا هو السهل الممتنع. اليوم سمعنا محاضرة لرجل دولي، حقيقة أنا بعتز في هيك شخصيات أردنية، وأنا كثير مبسوط وبشكر إخواني اللي دعوني على هذا اللقاء. بس ملاحظة فيما يتعلق بالتحديات اللي واجهت الأردن، والباشا تحدث عنها بتفصيل دقيق جدا. تحديات الآن احنا مهتمين بالهم الوطني والهم العام والبطالة والوضع الاقتصادي صحيح، لكن أيضا التجربة الأردنية السابقة، الأردن نجا من كل التحديات اللي مر فيها بسببين. أنا تحديد السبب الأول، كلنا متفقين على جلالة الملك وهذا هو مصلحتنا كلنا، وبالتالي مصلحة الشعب الأردني، وإحنا محظوظين إنه في هاشميين وفي ملك، وبالتالي هذا هو السر، كلنا ملتفين. ولم يحصل لدينا في الربيع العربي كما حصل في الجوار، لأن هناك في تناقض بين الناس وبين القيادة، إحنا ما عندنا تناقض، وجود القيادة هي مصلحتنا في النهاية. هاي واحد. اثنين، شعبنا ذكي. عندما والباشا تحدث، عندما يصل إلى نقطة الحرج يصحى ويلتف حول ذاته وحول قيادته وحول وطنه.
هذه هي السبب الثاني، وهذا هو السر الأردني أو الظاهرة الأردنية بامتياز. نقطة الأخيرة، الآن لا شك باشا أنه الإسرائيليين أكثر حكومة يمينية كما تحدث الإخوان بتاريخ المنطقة، وبالتالي الشعب الفلسطيني دفع الثمن، أخذوا الأرض وعملوا المستوطنات. المشروع الصهيوني الآن دخل في المرحلة الأخرى الثانية، وهو حل تداعيات القضية الفلسطينية، والأردن هو المستهدف. واللي بيحكي هذا الحكي في كتاب نتنياهو مكان تحت الشمس هو الآن يحكم، وليس فقط هو يحكم، هو الآن رهيني ليمين أكثر تطرف، صهيونية دينية قومية متطرفة. وبالتالي علينا الآن في المرحلة القادمة، على الرغم من التحديات الداخلية والهم الداخلي الاقتصادي، إنه الآن نلتف حول جلالة الملك، حول اللاءات وحول الخطوط الحمر للدفاع عن وطننا، لأنه القادم ليس سهل. شكرا باشا. شكرا سيدي. أنا يعني صراحة يعني ما وضحت لي نقطة يمكن أنا كنت مش شايفها، فجوابي لن يكون عن دراسة معمقة، اتحملني. أنا بعتقد لا زالت الكثير من الأمور تحل بالطريقة اللي أنت حكيت فيها كما كانت في السابق، ولكن هذه لا تحظى بالتغطية الإعلامية، لا تحظى بالتغطية الإعلامية، ولا تكتب عنها الصحف ولا كذا. وهذه هي السواد الأعظم من العمل الأمني الشرطي. أنا بعتقد زج المؤسسة الأمنية في فوهات المدفع للاعتقاد بأنه هي صاحبة الحل السحري، أنا بعتقد، أنا يعني خليني أبسط لك لأخواتي وإخواني اللي موجودين. زمان تصير مشكلة بحي نزال تلاقي لك سيارتين شرطة يجوا بحلوا، الآن بتلاقي في معهم محطة درك أو محطتين درك، أو تمر من جنب الدوار الرابع. كمان لا ننسى سيدي، هناك في معلومات استخبارية تعتمد عليها الأجهزة الأمنية، يعني ليس فقط يعني نوع من الضغط. ولله التاريخ، يمكن إذا تسمي هذا خطأ فيمكن أنا أخطأت في هذا. أنا بذكر في أعياد إخواننا المسيحيين كنا دائما إذا بتذكر أبو غزان نضع قوة أمنية قريبة من الكنائس، قريبة من الفنادق، قريبة من كذا، إن كان في رأس السنة أو عيد الميلاد المجيد. في مرة أجتني فكرة جهنمية، بعرف وين جبتها يعني، بس يعني طبعا الآن لما أفكر فيها بلطش حالي 200 كف. نزلنا قوات البادية سيطر على كل عقد المواصلات. هل هو حل؟ كلا، هو كان رادع فقط لا غير. لأي إنسان يفكر يقول لك هذولا إذا نزلوا هذول جماعنا، وإيش قلنا لهم؟ اقلبوا الشمو جوا برا، واللي برا جوا، يعني الدنيا منتهي. بس كان هناك وقتها لازلنا في عز دين الربيع العربي وكذا. هو أسلوب أنا يمكن تبعته. بالمقابل في المسيرات أيام الربيع العربي لم تجد قوة، كنت تجد القوة الأمنية 2-3، خلينا نسميها القوة الأمنية الضاربة، تجدها 1-2 كيلو بعيدة. بس يمكن لو صار خطأ ما بتعلق على المشنقة، لأنه مستحيل تصل القوة الأمنية في هذيك المسافة لحل مشكلة لا سمح الله. فيعني بس بدي أقول لك إياها، أعطيك إياها من الآخر، الله كان مع الأردن سبحانه وتعالى، ربنا كان مع الأردن وكان في قيادة حكيمة. والله يا جماعة الخير، هذا الرجل
في 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 منزل جلالة الملك ما أعطانا لا أمر عمليات ولا 20 صفحة، هم كلمتين رد غطاه. قال لي يا حسين ما بدي تسيل نقطة دم أردني أو وافد على أرض المملكة الأردنية. جبنا الشباب تعال، هذا اللي صار. ف يعني أتفق مع الإجراء وأختلف مع الإجراء، بس هل هو هذا الإجراء اللي قاعد بيصير في كل التحديات الأمنية؟ كلا، بس إحنا بنشوف باللي مغطاه إعلاميا. شوف يا سيدي، فقد الشيء لا يعطي، فقد الشيء لا يعطي. شوف، هناك مسؤولين في الدولة فنيين أحترم عمله، هذا عنده واحد واحد شاو اثنين بدق ناقوس الخطر في مجال الطاقة، في مجال المياه، في مجال المال العام، هذا حقه، هذا حقه أن يدق ناقوس الخطر. ولكن القرار السياسي يبقى قرار مبني على السياسة، أو أنا بسميها السياسة الاجتماعية. هل هي الرهبة بالتعامل؟ ما عندي جواب. هل هي يعني أنا رد برجع للدكتور عبد الله مسور مرة ثانية، والله كان يزهق يعني، بالأخير صار الشعب الأردني يطلع يقول يا زلمة إن شاء الله خذ القرار وخلص، إحنا قابلين فيه، خذ القرار بس بالتحضير والكلام والتمهيد وكل شيء. يعني شوف، ليس كل الحكومات، أنا بعتقد هي شخوص في الحكومات فقدت المصداقية. لا 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 لا، مش المصداقية، خلينا رهبة التواصل، رهبة التواصل. يمكن في جزء منهم لسبب فني، يمكن في جزء منهم مش شغلي بقولها. فيعني خليني أوقف، بلاش أبلش أعوك، بلاش أبلش أعوك. في سؤال ثاني يمكن، لا ولا تعليق؟ نفس تقريبا نفس الحكي عن موضوع رجل الدولة لما يستقيل أو يتقاعد. شوف يا سيدي، أنا أول واحد، أنا أول واحد، أنا الدولة الأردنية إيدها بحلقي له. عيب على شاربي، عيب على شاربي أتكلم كلمة واحدة عن الدولة الأردنية، أنتقد قرار. أما أن أنتقد الدولة الأردنية، أنا إذا انتقدت الدولة الأردنية أنتقد نفسي أول شيء. أنت أول واحد راح تيجي تقول لي وأنت حضرتك لما كنت شو سويت؟ أحكي صح ولا أحكي غلط؟ أنت راح تيجي تقول لي وحضرتك أنت شو سويت؟ قصة جانبية، رحت على رحت أبارك لرئيس أو أول ما بعرف تسمية الرسمية، المسؤول المؤسسة المتقاعدين، للمؤسسة الاجتماعية المتقاعدين العسكري. فقاعدين ضباط ثلاثة وبلشوا لك يسلق فوق تحت بالحكومة وشوسة. أنا قاعد هيك بطل عليهم الثلاثة، واحد منهم كان رجل ثاني، كان رجل ثاني في مؤسسته، ما قدرت أسكت. قلت له حضرتك يا رومل شو سويت أنت؟ ليش أنت لما كنت تستطيع أن تفعل شيء لم تقم بعمل أي شيء؟ من السهل جدا عندما نخرج نبدأ، في منا ينتقد للانتقاد، يعتقد أنه أنهى قبل وقته، الهرم ضيق يأخذ واحد فوق بس، في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة واحد بس اللي بيطلع فوق واحد. وفي ناس يعتقد أنه للمناكفة مشان يتذكروه، وللأسف هذه أسوأ سياسة في الدنيا، من يناكف تحتضنه، ومن يصمت ويدافع هذا ضامنه. لا، ما بينفع المعادلة يعني. اضحض ما يتكلم عنه بالمعلومات وبالحقائق وبالوقائع، هذا رقم واحد. أنا ما قلت
أنا قلت أتكلم عن المؤسسة العسكرية والأمنية، فخلينا نكون دقيقين باستخدام العبارات. لم أقل تم الزج، قلت يجب أن لا يزج الجهاز الأمني والجهاز العسكري في حل المشاكل. يعني عندي مشكلة ديزل لأصحاب الشاحنات، بعثت أمن عام، طوقت المنطقة. طيب مدير الأمن العام إيش يعني، بده يجيب لهم ديزل ببلاش؟ مدير الأمن العام بده يعطيهم ديزل مخفض؟ وزير الداخلية بده يحطه على ظهر يحملهم ووديهم ورايح جاي؟ لا. أين الوزير المختص؟ أين المسؤول المختص لحل جذور المشكلة؟ أنا بقول الجهاز الأمني في حله لأي قضية، تيجي أنت اليوم بتقول لي أبوي راسي بوجعني، بقول لك هو تكون زمان نقول حبتين أسكر، هسا بقول حبتين بنادول، خذ لك هالحبتين بنادول وتفضل. ثاني يوم تيجي بتقول لي يا حسين راسي بوجعني، بقول لك هاي حبتين بنادول تفضل. ثالث يوم إذا أجيتني بتقول لي راسي بوجعك، بقول لك بابا روح الدكتور. البنادول إحنا الأمنية ما بنحل جذور المشكلة، بنحل ما هو ظاهر. فهذا جوابي. أما أنا معاذ الله يعني القوات المسلحة تدخلت في أحداث الأمن الداخلي عام 1970، وتدخلت القوات المسلحة مرتين كإظهار قوة وليس اشتباك، إظهار قوة أعتقد 88-89 وفي 76 يمكن أيام الخبز 96. فأبدا أبدا على الإطلاق، ولكن يجب علينا، أنا أتكلم عن حل الأمني. والسؤال الثاني إيش كان؟ لا هذول السؤالين. أنا أتفق معك، وهنا برجع بأكد، من يعتقد بأنه مكافحة التطرف، بأن مكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب والإرهاب الفكري تتم بواسطة الحلول الأمنية فهو مخطئ. أنت تدفن المشكلة ولكن المشكلة باقية موجودة متحركة تتسع. كما تفضلت، الاستراتيجية كانت تتناول وزارة الأوقاف بكل تفرعاتها، وزارة التربية والتعليم بكل تفرعاتها، وزارة التعليم العالي بكل تفرعاتها، الداخلية، البلديات، الإعلام، الأجهزة الأمنية طبعا قلنا من الداخلية، وزارة الدفاع بكل تفرعاتها، رئيس وزارة القوات المسلحة، كل مناحي الدولة. وهذا هي كانت الحل الحقيقي والفعلي لمواجهة التطرف. أنت لازم تواجه الفكر المتطرف لئلا يتحول إلى إرهاب. هاي في نقطة دائما في كل كلامي، وخاصة في الخارج، لأنه إحنا هنا في الداخل عارفين هذا الكلام. دائما أقول له إياكم 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 أن تحاربوا الدين للقضاء على التطرف، بالعكس استعمل الدين الحنيف كسيف للقضاء على التطرف. وهذه دائما كلمتي في المحافل الدولية، الدين هو سيفي لمحاربة التطرف، ولا أحارب الدين للقضاء على التطرف، لأن إذا حاربت الدين للقضاء على التطرف زدت من التطرف وحولته إلى إرهاب مباشر. لا بس بدي أنا أشوف أتكلم صراحة، أنا لست جالسا في الدوار الرابع لأتكلم عن ما حصل، ولكن لله وللتاريخ، كما فهمت من وزراء اثنين زملائي حاول كثير من
أعضاء الحكومة التحاور والنقاش، ولكن كانت الطرق دائما تنتهي بمعضلة بسواتر تقطع الطريق. طبعا تيجي تسألي، يعني أنا لما أدخل أتحاور أنا وياك، هل عندي النية أتحاور ونصل إلى حل؟ وأنت لما بدك تجيني هل لك نية تتحاوري وتصلي حل؟ إذا أنا حاط بالي ما نصل إلى حل وأنت حاط بالي، لو في بإيدي كل ما مقدر إلي إنه أقدمه انتهى الموضوع، صح؟ فما بستطيع أقول لك والله عمله، أو أنا مش قاعد بكون يعني مؤدب أو محترم، أنا بحكي الحقيقة، أنا لا أتكلم عن شيء لا أفقه فيه. يعني حتى جوابي لأخوي قلت له والله ما بعرف ليش، بس هذا هو الكلام الصحيح. بنرجع بنأكد للمرة الرابعة والخامسة، الحل الأمني ليس هو الحل، نقطة نقطة. القرار في إصابة وفي خطأ في كثير من المرات، والاعتراف بالخطأ فضيلة، والاعتراف بالخطأ فضيلة. نأتي لعمل الأمن العام. اللين جيد، ولكن الحزم مطلوب. احنا بفترة، ترى مش انا اللي سميت ولا زملائي، الصحافة هي من، الإعلام هو من اطلق علينا اسمنا. ففي واحد اعجبني مرة استخدم عبارة وكثير اعجبتني، قال انتم تضحكوا على الناس. بقول له ليه؟ بيقول لي يد من فولاد وقفاز من مخمل، الحرير. تعال استعمل كلمه مخمل لانه هو اجنبي وهم بيستعملوا المخمل. فقلت له مضبوط في العمل الشرطي، في العمل الشرطي، لانه العمل الشرطي يخص حياه كل إنسان. ما بقدر ما أقدم لك خدمة أمن واستقرار نفسي وشخصي، ما بقدر، لازم أأمن لك إياه. إذا اخترقت هذا القانون معي، ولكن برجع بدك جهاز الأمن العام بتوجيهات من القيادة العليا من جلالة الملك عندما قام بما قام فيه، لم يكن معطاء للشعب أو يعني وكأنه بتمنن عليه. هذا حق المواطن مكفول في دستور المملكة الأردنية الهاشمية وفي قانون الأمن العام، يفرض على رجل الأمن العام تقديم هذه الخدمة وفي قوانين الناظمة للمملكة الأردنية الهاشمية. فهي ليس من نية، هذه ليس من نية، هذا واجبي، هذا واجبي، واجبي أن أكون خادم أنا وزملائي. وأعتقد انتهينا. لا في بدي، طيب لا لا لا، فلذلك أنا بدي أوجه، أنا بدي أوجه تحية لجهاز الأمن العام بكل إداراته اللي سبقتني واللي اجت بعدي، من الشرطي إلى المدير، لأنه حقا 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 اللي يقوم فيه جهاز الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية هو عمل مميز، هو عمل مميز. والله يا جماعة الخير، والله يا جماعة الخير، أيام الجمعة كنا نروح نصلي الجمعة، هي هذا الرجل موجود، أترجاهم أقول لهم يا جماعة الخير حقه 50% يداوموا و 50%، أنا بحكي من القيادات 50% تروح، أروح أفر لي ساعة ساعتين أرجع ألاقي القوة بكاملها وهي مجازة قانونيا، كله يعمل. هذا حب الوطن، هذا هو الولاء الحقيقي، ليس الولاء التايواني.
والله بس قصوا تايواني لا تقوم علينا تايوان، لا تقوم علينا تايوان، مش ناقصنا.